اول ما تصحوا من النوم اول حاجه تبصوا عليها، وبالليل قبل ما تناموا اخر حاجه بتشوفوها الموبايلات، واللي في النص بتتابعوا الناس اللي زي انا وشروق. حياه تافهه فيك انتوا حابين تصدقوها. احنا بقينا لما بنسافر دلوقتي بنسافر عشان نصور السفريه مش عشان نستمتع بيها، ولما بنطلب اكل بنطلبه عشان نصوره مش عشان ناكله. بنستلذ باللايكات اكتر من الحياه الحقيقيه. تعملوا اي حاجه تاني، الدنيا فيها حاجات كتير ألذ من الاشكال اللي زينا. انزلوا اكتشفوا الطبيعه اللي ربنا خلقها، انزلوا اكتسبوا خبرات حقيقيه تفيدكم، اخرجوا تعرفوا على بعض، زوروا بعض، اتعلموا اي حاجه. انتوا عارفين لو النت قطع عليكم في يوم من الايام اقسم بالله العظيم لا تلوصوا، هتكتشفوا ان ضيعتوا حياتكم كلها في ولا حاجه، تفاهه بس. الوقت ده كله لو كنتوا استثمرتوه تتعلموا حاجه قد كده كان زمانكم بقيتوا اساتذه فيها. انا عارف كويس قوي ان اللي عملته دلوقتي ده نهى كاريري خالص على السوشيال ميديا، بس I don't care. وملايين الفولورز اللي عندي مش مهم خلاص، وكل اللي فارق معايا دلوقتي عيلتي وكم صاحب حقيقي. anyway انا من النهارده خلاص قررت احرر نفسي، مش هبقى كلب اللايكات انيمور، ومن الاخر مش هبقى سان اوف فريتش. سوري يا كبير. ولا يهمك يا ولد ابوي، الحمد لله على السلامه، المهم انك فقت. فاق، ولسه بقى لما يسمع المفاجاه الجديده هيفوق اكتر. لسه لما اطلع دلوقتي على الاسم واقدم الكمبيالات اللي بخمسة مليون جنيه اللي انت ماضيهم لي هوديك في 60 داهيه زي ما انت وديتني في 60 داهيه، وحياه امي ما هسيبك.